كنا بنتكلم عن بعض الأخطاء سواء في الإعداد النفسي والذهني اللي كان موجود بس ابتدى متأخر جدا قبل البطولة، بالإضافة إلى بعض الأخطاء اللي ارتكبتها الاتحادات، خصوصا اتحاد ألعاب القوى وألعاب رفع الأثقال المتعلقة بزيادة الأحمال أو عدم التأهيل النفسي كمان والبدني المناسب، اللي أدى إلى خروج مجموعة من الرباعين اللي كانوا مرشحين لتحقيق أرقام أو ميداليات من البطولة بسبب الإصابة. مشكلة تمانية كمان من المشاكل الكبيرة التي أثيرت وساعتها وقع اللوم على اللجنة الأولمبية المصرية، وقعت لاعب الجودو إسلام الشهابي واتقال لك هو اللجنة الأولمبية قالت لإسلام يعمل إيه وما يعملش إيه. وقعت إسلام الشهابي طبعا اللي أوقعته القرعة في طريق لاعب إسرائيلي، فإحنا سمعنا تصريح من إسلام الشهابي ليلة المباراة يعني قبل ما يلعب المباراة، وهو بيقول لا أنا مش هنسحب، أنا هلعب وحكسبه ومش هخلي الإسرائيلي ده يكمل وياخد ميدالية ذهبية، إحنا أولى بيها. فكلنا توقعنا ان اسلام واثق من كلامه واثق من قدراته انه هيكتسح اللاعب الاسرائيلي ارضا، فاللي حصل في نتيجه المباراه انه العكس هو اللي حصل، اللاعب الاسرائيلي هو اللي اكتسح اسلام الشهابي بالايبون، والايبون اللي عارف جودو يعني هي 100 نقطه يعني زي الضربه القاضيه كده في الملاكمه، فانتهت بعدم التكافؤ 100-0 زي 30 جنيه كده 100-0. والادعى كمان بقى انه اخلاقيات الرياضه ان الاثنين متنافسين ايا كانت جنسياتهم ما بيخلصوا بيسلموا على بعض، اسلام اللاعب الاسرائيلي مد ايده يسلم على اسلام فاسلام بص له وما رضيش يسلم ومشي، فبقت الرياضه العالميه كلها كاتبه انه مصر خسرت رياضيا وخسرت كمان اخلاقيا. اللجنه الاولمبيه طلعت بيان او طلعت تصريح قالت بعد كده ان احنا ما قلناش لاسلام يعمل كده، وان احنا قلنا لاسلام انه يلتزم بشروط الاخلاق والرياضه والسلام الدولي والفير بلاي وكذا وكذا، واسلام طلع قال لا ما حدش قال لي حاجه وانا اتعاملت لوحدي، وبعد كده قال انه البعثه المصريه رحلته، وبعدين قال لك لا ده ما ترحلش ده رجع عادي. فهشام بيه موجود يحسم لنا الجدل. انا اقول لحضرتك الموضوع ده انا شخصيا قابلت اسلام قبل البطوله دي يومين مرتين وقلت له ان ده ماتش عادي خالص، لقاء عادي خالص، هتكسبه ان شاء الله وشك كده في القبول وربنا هيوفقك، وكل مرتين مش مره. كويس ده انا عرفت انه هيلاعب اللاعب الاسرائيلي. ايوه انا كنت عارف انه هيلاعب اللاعب الاسرائيلي لانه من الاول، وكنت عارف ان برضه ان اللاعبه بتاعت المصارعه بتاعتنا هتقابل الاسرائيليه لو الاسرائيليه كسبت، وكنت برضه كنت مكلمها على الموضوع ده والاسرائيليه خسرت في المقابلتهاش. قلت ايه لاسلام بقى؟ قلت له ده ماتش عادي خالص وانت هتلعب معاه، ما نقدرش ننسحب، وهو ابدالي، لا ننسحب ليه، وان شاء الله حضرتك ان شاء الله نكسبه وان شاء الله هنبقى كل حاجه تمام. مرتين كويس، مره قبلها بيوم ومره يوم البطوله، او مرتين انا اسف قبلها بيومين وقبلها بيوم، يعني يوم البطوله انا ما كلمتوش عشان اكون برضه كلامي مظبوط، ودخلنا على الموضوع ده عادي خالص ما فيش اي مشكله. كويس. وانا كنت متاكد ان هو ان شاء الله باذن ربنا هيكسبه، وهو ما ورنيش اي دلالات على ان هو عايز ينسحب او مش هيسلم عليه او زعلان عليه منه او حاجه. وانا برضه ببقى عايز اقول حاجه ثانيه، انا ما اعرفش خالص لو هو كان كسب كان سلم عليه ولا ما سلمش عليه، انا برضه ما اعرفش، ده سؤال يعني سؤال لازم نساله. تمام. انا ما اعرفش، وبعدين لو هو كان عايز ما انسحبش ليه، لو المبدا نفسه ان انا مش عايز اقابل اسرائيلي كنت لازم انما انا قلت هقابله ليه، ايه الفرق بقى ان انا قلت هقابله عشان اكسبه، فاما ما خسرت ما سلمتش عليه ده اللي اتقال هناك. على كل إن احنا هذا تصرف شخصي 100% لا يسال عنه الاتحاد، حتى الاتحاد لا يسال عنه. لان الرياضي الكبير اللي عنده 34 سنه اللي دخل دوري الاولمبيه في لندن قبل كده ودخل بطولات عالم وما دخلش. بس موقفكم هنا ايه كلام؟ احنا حضرتك بعتنا بيان في ساعتها، والحمد لله البيان ده كان سريع جدا، ان ده تصرف شخصي، انا لا استطيع ننزل معاه على البساط عشان اقول له ساعه ما يبقى في حاجه اشد ايده عشان احطها في ايد الراجل الثاني. طبعا ده تصرف شخصي وده جائز يحصل مع اي حد. هل ده ممكن ان يخضع للعقاب؟ وحصل حضرتك مع 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 السباحات الامريكانيات ما سلموش على هنا. بسال هل ده في لوائح اللجنه الاولمبيه او في اخلاقيات اللجنه الاولمبيه؟ هم استدعونا، هم استدعونا هناك حضرتك، اللجنه الاولمبيه الدوليه استدعتنا ولجنه القيم استدعتنا، وراح مثلا عندنا المهندس شوفي العريان وقعد معاهم وكل حاجه. كنا احنا معانا البيان اللي احنا طلعناه واديناه لهم من الاول ان ده تصرف شخصي، فكل الموضوع ان احنا اثبتنا ان ده فعلا دي مش توصياتنا عشان ما يبانش ان الدوله اصلا توصياتنا هتبقى توصيات الدوله. مظبوط. ما تسلمش عليها وما تعملش ده، وده طبعا ده مسؤوليتنا ان احنا نحافظ على الدوله قبل ما نحافظ على نفسنا حتى. وقلنا الكلام ده والكلام ده قبل وقال، بس من الوقت للتاني اعملوا لهم توعيه، ده كان ده قرار لجنه القيم، اعملوا للناس دي توعيه عشان نتاكد بس ان هم بشخصهم
يبقوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. قلت له دي ناس متعلمه وفاهمه ازاي. وما زلت انا بقول ان ممكن جدا 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 المره الجايه واحد يعمل حاجه زي كده تاني. انا ما اقدرش. تصرف شخصي. ده تصرف شخصي والبيان بيقول بتاعنا كده والجواب اللي بعته طيب. اللجنه الاولمبيه الدوليه. هل تم ترحيله ولا سافر عادي؟ لا هو كان مسافر تاني يوم، ما كانش في وقت نرحله اساسا. هو كانت تذكره الطياره بتاعته تاني يوم الصبح. وانتوا كنتوا عارفين انه هيخسر ولا ايه؟ لا لا هو كان مخلص يعني لو كان كسب الاسرائيلي ما كان كمل في الماتش. معلش احنا حضرتك احنا التذكره بتاعته كانت كده كده. لو كان كمل الوزن بيخلص في نفس اليوم. يعني كانت المباراه بتاعه الجود بتبتدي الصبح تاخد الميداليه بالليل. تمام. بس فاحنا كنا عارفين وكان الطياره تاني يوم وكان هو عايز يسافر. مش هو الترحيل. لا يا فندم، لا يا فندم.